تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسوع النهاردة بيقول أنا هو الراعي الصالح وخرافي تعرفني وأنا أعرف خاصتي. لو بصينا على المثل ده بالذات وحده كده أو القول ده ربنا يسوع المسيح نشوف حاجة غريبة. لما نتكلم على الرعاية والخراف، الراعي ما بيرعاش الخراف عشان الخراف، طبيعي ان الراعي بيرعى خراف عشان ايه؟ عشان نفسه، ياخد الصوف بتاعها وبعدين ياخد الرخص كده اللي هو الحلو الكويس يذبحه وياكله او يبيعه او يبيعهم احياء عشان يعملوا قطيع لحد تاني. المثل ده هيفترق عن ربنا يسوع المسيح في حاجه، فالراعي يذبح ولا الخراف؟ خراف، والراعي ياكل الخراف. لكن الرعاية بتاعت ربنا يسوع المسيح مين اللي ذبح ومين اللي اكل؟ الراعي اللي ذبح والخراف كلته عشان تعيش بيه، من ياكلني يحيى بي. ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بالايمان، ان بنصدق ربنا يسوع المسيح، بنصدقه في كل حاجه هو بيعملها وفي كل حاجه هو بيقولها. ده الخراف بتاعت ربنا يسوع المسيح اللي بيصدقه. النهارده بيكلمنا القديس بولس بالذات في الرسالة بتاعته عن حاجة يمكن تناسبنا النهاردة في الموقف اللي احنا فيه، ونياحة أخونا الحبيب خادم ربنا عم بطرس. ده موقف ممكن اللي احنا قريناه في البولس يكلمنا عنه. بولس كان بيقول ايه؟ بيقول ناسنا نكرز بأنفسنا، بل من المسيح يسوع ربنا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. بالنسبة لبولس الرسول، ربنا يسوع المسيح هو كل حاجة، كل حاجة في حياته، كل ما يعمله، كل ما يفكر فيه، كل ما يحسه، العلاقة بربنا، كل شيء. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بيفكرنا على طول من الموقف الأولاني، أول مرة شاف فيها ربنا. هو ما شافوش هو قبل الصليب حياته على الأرض، وشوفه أنت أول مرة شوفه كان في الطريق وهو رايح دمشق يعذب المسيحيين. ايه اللي حصل؟ وفجأة اشرق حوله نور عظيم غطى على نور الشمس، لدرجة ان بولس ايه في اخرها كان اسمه شاول عمي. فقال هو ده الله اللي كان بيقول في الاول خالص في الدنيا لما كانت مظلمة، وقال يكن نور فكان نور. هو اللي امر ان يظهر نور بتاعه هو شخصيا، مش نور الشمس ولا القمر ولا النجوم، في وش يسوع المسيح اللي أنا شفته وتسبب بإنه يعمي عيني الأرضية لمدة 3 أيام. وبعدين قال لكن لنا هذا الكنز، إنه حاجة مستخبية زي الكنز المخفى اللي قال عليه ربنا يسوع المسيح في أوان الخزفية. إيه الإناء الخزفي؟ هو ده إناء الخزفي، إناء معمول من الطين. فربنا حاطط كنز جوانا اللي هو ربنا يسوع المسيح ابنه ككنز جوانا، علشان يبقى فضل القوة اللي احنا فيها دي مش منا. بعدين راح قال كلام جميل جدا، قال من اجل كده بقى احنا مكتئبين في كل شيء لكن غير ايه؟ متضايقين. هنا كلمة متضايق، مكتئبين هنا مش ترجمة حلوة، هي الترجمة مظبوطة، مضغوطين. مضغوطين في كل شيء، يعني انا لو جوايا حاجة قوية جدا اضغط عليا زي ما انت عايز، لان اللي جوايا قوي هعمل ايه؟ هاصمت. صحيح انا اناء خزفي، لكن لو جوايا ذهب ما يتضغطش الذهب، لو جوايا الماس، الماس بيقطع ما بيتكسرش. فمضغوطين في كل شيء لكن متضايقين، يعني مش هي الكلمه المظبوطه، مش ما بنتكسرش، بنضغط لكن ما بنتكسرش. بنضغط زي الفازه كده اللي معموله من، طب ما تضغط الفازه لما تتكسر، لكن لان اللي جواها ناشف ومتين وجامد متحيرين. بيقول متحيرين، متلخبطين، مش فاهمين، لكن غير يائسين، ما بنيأسش.
الحيرة تولد اليأس، مش لحد عنده ثقة قوة. أن يقول مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين من العالم طبعا لكن غير هالكين، زي واحد كده لقيت ومحدش عايز يشيله من الأرض، زي عيل صغير بيرضع لسه متروك على باب المطافي ولا باب جامع ولا باب كنيسة ومحدش عايز يلمه من الشارع. طب إيه اللي هيحصل للعيل زي ده؟ هيموت. لكن هو بيقول إيه؟ إحنا مش بنموت لو العالم ما سألش فينا ومحدش سأل فينا خالص، ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، ولا مش هنهلك. وعنين يقول إيه؟ حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. بيتكلم عن نفسه هو شخصيا أنه في جسده شايل موت المسيح. إيه معناه ده؟ أنه بالنسبة للعالم هو إيه؟ ميت، ملوش لا في شهرة ولا في فلوس. الرسل بالذات وبعدهم الشهداء وبعدهم القديسين ما كانش عايزين حاجة من العالم، والعالم بالنسبة لهم غريب وهم غرب عليه، اللي بيجري عليه كل الناس وما بيجروش عليه. الطريقة بتاع التفكير بتاعتهم مختلفة تماما عن كل الناس. قال لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، مش هنقعد كده بغرب عن العالم على طول، هيجي يوم وحياة رب يسوع المسيح اللي قايم من الأموات هتظهر فينا. وبيقول كده لأنه نحن الأحياء، ده بيتكلم عن الرسل، نسلم دائما الموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الميت. إذن الموت يعمل فينا، الموت بيشتغل فينا، شغال بيأكل فينا، يعني كل شوية يتجلد، كل شوية يترمي، كل شوية يضرب العصيان، كل شوية يرموه في البحر، كل شوية المسامير تتكسر بيه ويغرق، ويا دوبك يلحق يشم نفسه على آخر لحظة، وكتير تتدبر مكايد ضده عايزين يقتلوه، اضطروا ينزلوه مرة من على السور في 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 قفة. فقال الموت بيعمل فينا، الموت شغال فيها. لكن بيقول أنا مبسوط لأن الحياة فيكم. هو بيقول أنا بعمل كده عشان أنتوا تاخدوا حياة مين؟ ربنا يسوع المسيح. فبيقول كده، فإذا لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب أمنت لذلك تكلمت. هو ده السر، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. يعني إيه؟ يعني يقول السر كله في الإيمان، إن ربنا حط جوايا كنز وأنا مصدق ربنا، وهذا الكنز هو ده اللي بيقويني، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. أنا مش شغال من غير تمن، أنا مش شغال ومش بموت وما بتألمش وما بضطهدش وما بضغطش، مش من غير تمن، في حاجة أنا باصص لها، لأن جميع الأشياء هي منكم لكي تكون النعمة وهي قد كسرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. وعليني يكمل حتى اللي تفهمنا، لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج ويفنى، عمال يمرض وعمال يبوظ، الإناء الخزفي ده عمال يتشرخ كل شوية، فالداخلي يتجدد يوما في يوما. ليه؟ لأن الداخلي ده بتاع ربنا. وبعدين قال لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر وأكثر ثقة المجد أبدي. سر بيكشفه، يقول اوعى تفتكروا أن في دمعة واحدة ولا شعراية بتقع ربنا شايفها ومش هيكافئنا عليها، لأن خفة ضيقتنا الوقتية مهما كانت. أحيانا أمور العالم اللي احنا بتشترك فيها كل الناس، بيشترك فيها كل الناس، ضيق في الشغل، مفيش فلوس، ديون، اضطهاد، اكتئاب، حاجة مالهاش علاقة خالص بربنا يسوع المسيح، تجد كل الناس المؤمن ومش مؤمن. لكن بالنسبة للمؤمن دي بتقع على مين؟ في كل ضيقهم تضايق، يعني بتقع على مين في الآخر؟ على ربنا نفسه، وربنا نفسه هو اللي بيحضر في المقابل ثقة المجد أبدي، اللي قال إن كوب ماء بارد لا يضيع معاه، ما ضيعهوش ربنا أبدا. واللي هيقول برضو في سفر الرؤيا إيه؟ إنه يمسح كل دمعة من إيه؟ من كل، يعني إيه ربنا يمسح الدموع؟ هو الإنسان هيطلع في السماء يبقى فيه دموع؟ يعني يمسح الدموع؟ ربنا هياخد باله من كل إيه؟ ألم الإنسان ماشى فيه وهيعوضه. بعدين يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، ده سر الإيمان، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. وبناء على كده لأننا نعلم أنه إنه خمت الأرض
بيتكلم عن الزميل نفس الكلام، ان موعد انحلال خيمتي قد حضر. الخيمه اللي بيتكلم عليها هي ايه؟ الجسد، حياتنا في الجسد، الاناء الخزفي. قال هنخرج من الاناء الخزفي ده وهيتكسر، هيتحلل، لكن احنا عارفين كويس جدا ان لينا ايه؟ اناء تاني من الله، بيت غير مصنوع بيد، ما فيش اي بني ادم له علاقه بيه، ولا اب ولا ام ولا جينات ولا كروموزومات ولا قلب ورئه وطحال وكبد ومصارين ولا مخ. الكلام ده كله ايه؟ هيروح وهيتحلل كلنا بلا استثناء. وبعدين ربنا هيدينا حاجه جديده مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، مش مصنوع بايد، معجزه، اناء تاني معمول مش بالناس، معمول بالله والله فقط. ومع ذلك احنا بنئن ليه؟ طب بتئن ليه يا بولس؟ قال لك لاني مشتاق للاناء ده، عايزه النهارده، ادوني دلوقتي، هو لازم اخلع ده؟ طب ما تخليني البس ده فوق ده. هو قال كده، لاني مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكنا الذي من السماء. مش عايزين نموت يا رب، ولا عايزين حد بيحبه يموت، ما تلبسنا الاناء ده. يقول ان هيحصل، بس هو الناس كلها لازم تمر في القصه دي. ليه يا رب؟ ليه لازم كل الناس تمر في الموت؟ لان ابني مر في الموت، ابني نفسه مات. فاذا انتوا هتلبسوه يبقى انتوا كمان لازم ايه؟ تاخدوا التجربه دي. مش معقول يكون الملك بتاعنا هيدوق الموت واحنا نقعد نتفرج عليه ونقول له احنا مش هنموت، ما تجيش، ده هو سبب حياتنا، فازاي احنا نقول له لا؟ وبعدين كمل قال وان كنا لابسين لنوجد اراء. هنا شيء شويه في هيومر يعني، شويه يقول لك ايه؟ الروح من غير الجسد كانه انسان ايه؟ عريان، كان الفردوس ده شاطئ العراه، الناس اللي متجمعين فيه كلهم ما لهمش اجساد، مستنيين يعملوا ايه؟ يلبسوا عشان الحفلة الكبيرة، يلبسوا عشان حفلة موضبها ربنا. فإننا نحن الذين في الخيمة اللي لسه في الجسد نئن مثقلين، حاملين الهم ده، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. مش عايزين نخلع دي، صعب صعب، لكن لكي يبتلع المائت من الحياة. عايزين بقى الجسد الجديد اللي ربنا يدهولنا ده يبلع الجسد ده ويدوبه من غير ما نحس بحاجة ونتنقل. قال اللي هيحصل ده في الآخر، لكن هيتخلع ده ويتحط ده للناس اللي عايشين من ساعة مجيء المسيح بسرعة في طرفة عين. وبعدين يكمل الكلام العملي اللي لينا، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح اللي جوه، الذهب اللي جوه الإناء الخزفي. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون، يقول كده بقى، فكروا بقى معايا، وإننا ونحن مستوطنون في الجسد، وإحنا ساكنين في الجسد، فنحن متغربين عن الرب. يبقى إحنا في حالة إيه؟ غربة. طول ما الجسد ده موجود يبقى إحنا إيه؟ غربة، في غربة. بعدين الكلمة الخطيرة جدا اللي أنا عايز أبتدي أكلمكم عليها شوية، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، بالإيمان نسلك لا بالعيان. هي دي الطريقة اللي بيفكر فيها بولس الرسول. طول ما أنا عايش في الجسد فأنا إيه؟ في غربة. أول ما الجسد يختفي هرجع أبقى معه. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب من الجسد، يعني خلينا في حالة الغربة دي. يبقى بالعكس أنا أقول لجسدي أنت إيه؟ مش لازمني، أنا بس معاك دلوقتي ومستني الوقت بفارغ الصبر اللي يجي عشان أخلعك، لأن طول ما أنت موجود، طول ما أنا إيه؟ غريب عن ربنا، بعيد. قديس أغناطيوس قالها بطريقة جميلة جدا، بتاع أسقف أنطاكيا، بيقول للناس بتوع روما، لان المسيحيين في روما ما كانش عايزين يموت، بس الامبراطور شخصيا قال انا عايز الراجل ده تجيبوه هنا لروما عشان نرميه للوحوش. فقديس أغناطيوس ابتسم كده وقال يلا، ده انا حاجه مهمه قوي، ده ربنا بعت يجيبني من الشرق من سوريا يوديني روما مخصوص عشان اتقدم هناك، ده لابد ان انا ايه؟ زي واحد بيعرف قرابني ممتاز، وقال لك عايزين نعمل القربان بتاع العيد، فقال لك لا، القربان بتاع العيد لازم نجيب القرابني ده يعمل لنا القربان. فالقرابني ده، طب ده القرابني ده في نيجيرسي، قال لك مفيش مشاكل، حد يسوق لغايه نيجيرسي يجيبه. فقال كده، قال انا القمح اللي ربنا عايزه عشان نطحن. وقال كلمه جميله جدا، قال لك واول ما استخبى، اول ما اختفي والوحوش تاكلني، انا هظهر فين؟ هظهر عنده.
وهبقى معاه. عشان كده انا مشتاق للقصه دي. بس سيبوا ما تاخرونيش، هم كانوا عايزين يدفعوا فلوس للحراس عشان يهربوه. لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده، لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان ام شرا. فاذا نحن عالمون مخافه الرب نقنع الناس، واما الله فقد صرنا ظاهرين له اللي شفنا طول الوقت. وارجو اننا كنا ظاهرين في ضمائركم ايضا، يبقى يا ريت تشوفونا كده برضو. هنا النقطه بتاعت الايمان اللي انا عايز افتح عندها شويه بس افكر فيها. الايمان ده عامل زي مكنه اشعه اكس، لما تبص على الصوره اللي بتاخدها الاشعه تلاقي ايه؟ يعني انسان واقف قدامك اهو ماكسي جلد وكل حاجه، لكن لما تشوف اشعه اكس او الكات سكان تبص جواه وتشوف حاجات العين المجرده ما نشوفهاش. اليمين كده، اليمين يشوف حاجات العين العاديه بتاعت البشر ما تشوفهاش. كتاب مقدس علمنا كده بطرق كثيره جدا. لما احيانا ربنا يدي الرؤيه دي لشخص ويبتدي الشخص يتخض يقولوا كده، يا جماعه اليهود يقول لك موسى ادانا 613 وصيه، لما عدوهم في خمس كتب بتاع موسى لهم 16 وصيه 613، وبعدين رجع رخصهم لنا في 10 وصايا، وبعدين رجع تاني رخصهم لنا في 2 اللي هم ايه؟ تحب الرب الهك وتحب قريبك. وبعدين جه حبقوق راح ملخصهم في واحده، في حبقوق 4:2 قال ايه؟ قال اما البار فبالايمان يحيى. بولس الرسول اقتبسها 3 مرات في 3 رسائل، اما البار فبالايمان يحيى. يعني الانسان البار قدام ربنا اللي ربنا يقول عليه قديس، عينيه بقى فيها اكس راي، بقى يشوف الايه؟ حاجات المستخبيه. نشوف القصص بتاعت الحكايه دي. واحد من الناس يعقوب كان هربان وتعبان وقلقان، واخوه كان عايز يقتله، وامه وابوه قالوا له الحق اجري من وش اخوك عشان اخوك عايز يقتلك. وهو في السكه تعب ونام، حط دماغه على صخره، وبالليل وهو نايم ايه اللي حصل؟ شاف سلم، شاف السماء مفتوحه. صحي الصبح مخضوض، مخضوض، قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا إيه؟ سلم السماء، وما هذا إلا بيت الله. قال ده ما أنت تبص عليها كده، وخلينا احنا نبص المكان موجود لغاية النهاردة ونشوف إيه المكان شكله. زي كل الأماكن، حجر زي كل الحجارة، أرض زي كل الأرض. لكن يعقوب اتفتحت عينيه بالأشعة دي، شاف إيه؟ حاجة تانية، حقيقة تانية خالص. ومن بعدها اليهود عرفوا ان المكان ده بيت ربنا، فسموه بيت ايل، وسموا المدينه بيت ايل. واحد زي يوسف ده اخواته راحوا جم عليه يمكن 3-4 مرات في مصر، وكانوا بيحترمون راجل مصري فرعوني وبيخلي مترجم بينهم. وبعدين لما اتفتحت عينيهم وشافوا لقوا ان هو ايه؟ يوسف اخوهم اللي باعوه، اللي كانوا اوريدي كانوا يئسوا من ناحيته، وكان السبب في عيا يعقوب ابوهم. واتكشف يوسف هنا، بنشوف حته اتكشف دي، كان معنى ان يوسف كان سر، والحجره دي كانت سر واتكشف. ده سر الايمان. احنا في الكنيسه ربنا كاشف لينا هو مين واحنا مين، واللي احنا بنعمله ايه، واحنا رايحين فين. الانسان البار زي ما بيقول حبقوق، اللي عايز يعيش بر ربنا ما يعيش على حسب العينين البشريه، لكن يعيش على حسب العينين الايه؟ عينين الايمان، اللي تشوف اللي ما حدش تاني يشوفه، الودان اللي تسمع ما حدش تاني يسمعه، ويرتب حياته كلها ويرتب اموره كلها على هذه الرؤيه. ما قالش ان البار بالايمان يخش السماء، قال البار بالايمان ايه؟ يحيى، يعني يعيش كل يوم. عشان كده القديس بولس النهارده بيقول لنا ان احنا لا ننظر الى الامور التي ترى، لان التي ترى ايه؟ وقتيه، لكن الامور التي لا ترى، لان التي لا ترى ايه؟ ابديه، هتكمل. وبالتالي احنا لما نتالم، لما نفقد حد، ما نفكرش زي الناس، بالعكس. الديسين كانوا يقولوا لنا كده لما يجي الالم يفرحوا.
أعظم سر كشفه ربنا لأحبائه هو سر ابنه لما جه يسوع نفسه. الناس اليهود شافوه إيه؟ تقلق. بس أنا عايز بس فكروا معايا، هل يجرؤ حد يمد إيده على ربنا يسوع المسيح هو عارف إنه هو ده ابن الله؟ يجرؤ حد يعمل كده؟ لا يمكن. طب هم عملوها ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح سر، سر مستخبي للناس، لكن هو سر مكشوف لمين؟ قال لو علموا لما صار أبو رب المجد. نعرفوش، هو سر مكشوف للمؤمن، الإنسان اللي عنده العينين دي اللي يشوف ربنا يسوع المسيح. آخر الكنيسة النهاردة هنقول إيه؟ المسيح إلهنا. ما بنقول كده، بنقول بخريستوس بالنوتي، ده الكلمة القبطي للمسيح إلهنا. الرد بتاعها إيه؟ أمين السشوب، يعني أمين إيه؟ يكون. كل واحد فينا بيأكد هذه الحقيقة إن المسيح إلهنا. مش المسيح ده تهزق يا جماعة، ده لعبوا معاه، صلح، غطوا عينيه وضربوه على قفاه وقالوا له شوف لنا مين اللي ضربك عشان ياخد دوره. ما انت نبي بقى وهتقدر تقرا اللعبه دي، اللعبه دي بالذات عشان انت نبي هتعرف اكتر من حد تاني. تلعبوا مع مين؟ قال لك ما يعرفوش، لكنكم بجهل ايه فعلتوا. فالناس اللي بره ما يعرفوش مين ربنا يسوع المسيح، ما يعرفوش ايه الروح القدس، ما يعرفوش اسرار الكنيسه، ما يعرفوش القداسه اللي ربنا عايزها منهم، ما يعرفوش ربنا. ربنا يسوع المسيح نفسه قالها في كلمه تقطع القلب، لما تقراها بجد وتبص عليها تتوجع. في اخر صلوه هيقولها في العليه قبل ما يروح جسماني، وقف كده وصلى وقال ايه؟ قد اتت الساعه لتمجد ابنك، انا اكملت العمل اللي اديتوني في العالم، خلاص خلصوا. فبيقول ايه؟ يا ابت البار ان العالم لا يعرفك، ما يعرفكش، لكن انا قد عرفتك، ومش بس عرفتك، وعرفت تلاميذي عنك وعرفتهم اسمك. كان حد يعرف ان الله اب، ان الله اب وانه بيحبنا لدرجة ان هو يبذل ابنه عننا. السر ده هو ده سر الايمان، سر معرفتنا احنا لربنا يسوع المسيح، سر معرفتنا اللي احنا ايه بالنسبة لربنا يسوع المسيح. اواني خزفية هي اجسادنا، شايلة ايه؟ كنز، شايلة كنز. واحنا كلنا متضايقين، عايزين نخلص، عايزين ناخد الجسد ده لما بيش هيروح ولا هيتحلل، لكن لازم ربنا يعملها في وقتها، لانه عنده خطة لينا في سيستم، في نظام ربنا حطه. امتى هيعمل كده؟ دي ليه هو. لكن احنا عارفين ان سواء طالما احنا موجودين في الجسد ده فاحنا ايه؟ غربة. ولما هنسيب الجسد هنبقى قدام ربنا، هنقعد معاه. عشان كده بيقول الإنسان المسيحي البار اللي عايش في الإيمان يقول لك لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ربنا يدينا العين بتاعة الإيمان، ويدينا أن احنا نعيش باللي احنا شايفينه بالإيمان. لإلهنا كل مجد، آب والابن والروح القدس، الآن وكل وإن ضهد وكل عمر.